السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي متابعي قناة سمارت إنجليش في كل مكان وفي أي زمان، لكم منا كل تحية وتقدير واحترام. النهارده يا شباب معانا فيديو في غاية من الأهمية. الفيديو ده عبارة عن مجموعة هايلة جدا من جمل الريتن اكسبريشن، ودي تكملة للفيديو السابق اللي هو بداية البري تيست دايجنوستيك بري تيست اللي هو الاختبار التشخيصي اللي في أول جزء الجرامر في كتاب لونج مان. تابعني بشكل كويس، الصفحة اللي هنبدأ فيها الآن صفحة 189 من كتاب لونج مان. تابعني في كتاب لونج مان على الجمل دي موجودة. وبالمناسبة النماذج كلها اللي بتتكرر في اختبار التوفل اللي احنا المفروض هنمشي عليها موجودة جوه كتاب توفل مان، وانا بوعدكم من النهاردة بنفجر مفاجأة في توفل لونج مان وفي سمارت انجلش، ان هنحل مع حضراتكم كتاب لونج مان من اول جزئية لاخر جزئية في القسم الخاص بالستراكتر اند ريتن اكسبريشن، واللي بيتضمن محتواه جميع النماذج اللي بتتكرر في اختبار التويفل. فصدقني الموضوع مهم جدا، يلا بينا نشوف تفاصيل ونتعلم استراتيجيات وازاي نتعامل مع الريتن اكسبريشن. والجزء ده خطير جدا يا شباب ومهم جدا في اختبار التوفل، لان حضرتك بتقدر من خلاله تحصل درجات بكل بساطة وبمنتهى السهولة. فهعلمك ازاي باحترافية يبقى عينك على الإجابة السليمة وبسرعة وتضبط الوقت. وبالمناسبة بحب أنوه من خلال قناتي عن الكورسات اللي أنا بعملها لحضراتكم، واللي الكتير منكم استفاد منها وقدر يحصل السكور اللي هو عايزه من خلال الكورسات البرايفت. لو حابب تاخد كورس برايفت معانا اتواصل معانا على الرقم اللي هيظهر أمامك على الشاشة. يلا بينا نشوف مع بعض تفاصيل الريتن اكسبريشن في البري تيست اللي في اول كتاب لونج مان، واللي يا جماعة محتاج متابعة ما تسيبش ولا فيديو، وفعل اشعارات الكل على الاشعارات على الكل عشان تقدر تتابع بشكل كويس جدا معايا ويجيلك اشعار بالفيديو، وتتابع كل الشروحات كلها لو عايز تنجز وتجتاز بجد وتحصل على الشهادة. اتعلم جرامر والمهارات يا جماعة، اللي بيحفظ للأسف بيخفق في الحصول على الشهادة ويقول لك احنا مش عارفين ناخد التوفل. ليه حضرتك؟ لانك دخلت غلط، مستواك في اللغة مش مؤهلك تدخل مباشرة على الاختبار وتنجز مع مراجعة بسيطة. يبقى لازم تدرس المهارات بشكل مفصل كويس جدا، وتتدرب على كمية اسئلة كبيرة جدا، وبعد كده تدخل الامتحان. استعد كويس مع سمارت انجلش تفاصيل كبيرة جدا، يلا بينا ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا بيكم يا شباب مره تانية، انا انور ودي قناه سمارت انجلش بنشرح فيها كل ما يخص التوفل في الريدنج في الليسننج في الاستراكشر في الرايتنج، حتى عندنا فيديوهات كتيره عن الكتابه بانواعها. يلا بينا نشوف اول جمله في جرامر التوفل، ويلا بينا على الريدن اكسبريشن الموجوده معانا في اول اختبار تشخيصي في البري تيست في صفحه 169. On the floor of the Pacific Ocean is hundreds of flat topped mountains more than a mile beneath sea level. يعني على أرضية المحيط الهادي يوجد يعني مئات من الجبال ذات القمم المسطحة اللي مش باينة تحت المية، يعني تحت مستوى سطح البحر. أوكي، فين الخطأ هنا يا شباب؟ على طول عينك على A و B و C و D، ده على طول في الامتحان كده. طيب لو بصينا على الخيار اللي ممكن يكون مش مظبوط هو الإجابة رقم B. طب ليه إيز غلط هنا؟ أقول لأن حضرتك الجاية تتكلم عن hundreds. طب واحد تاني ذكي جدا فيسألني يقول لي الله، طب ده ما هو ده الفاعل on the floor of the Pacific Ocean، فيبقى الفاعل Pacific. أقول له خطأ حضرتك غلطان. الله أمال إيه فين الفاعل؟ أقول له hundreds هي الفاعل. الله طب والفعل مش بيجي قبل الفعل؟ ايوه تمام. طب في الحاله دي جه ليه از هنا الاول؟ ده فعل جاي قبل الفاعل. اقول له حضرتك لو بصيت على مهارات جرامر التوفل هتلاقي الجمله بتحتوي على حرف جر المكان on the floor على الارضيه. طب وفي هذه الحاله بيتم تقديم الفعل على الفاعل عندما تحتوي جمله التوفل على او جمله الجرامر على جر او مجرور للمكان، حرف جر المكان، يبقى على طول هنعكس الفعل مع الفاعل، وبناء عليه الفعل is لا يتناسب تماما مع كلمه hundreds اللي هي بلورال اصلا جمع، فمحتاج استبدل كلمه is بكلمه are وهو التصحيح لهذه. number 17
Because of the flourish with which John Hancock signed the Declaration of the Independence, his name became synonymous with the signature. بيقول بسبب يعني انتعاشت جانكوك ده انه وقع على وثيقة الاستقلال اسمه أصبح مرادف جدا أو مرتبط جدا بوثيقة الاستقلال أو بالتوقيع. تمام. فين الخيارات؟ عندي which وعندي his وبيكم وسينيمس. تمام. لو بصينا على الإجابة الدقيقة اللي هي رقم C والكلام كله يا شباب في الماضي ان الرجل وقع على وثيقة الاستقلال من فترة، فيبقى لازم اغير زمن الجملة من البريزنت بيكم الى بيكيم لتصبح الجملة صحيحة. اما بقيت الاختيارات ما فيهاش اي مشكلة. Segregation in public schools was declared unconstitutional by the Supreme Court in 19554. بيقول يعني العزل بين في المدارس العامة ما بين الأولاد والبنات تم إقراره يعني المحكمة العليا أو القضاء الأعلى في سنة 1000 كذا. طيب لو بصينا على الخيارات نلاقي public وschools مفيش مشكلة، لكن لو جينا على الخيار رقم B يا شباب كده نلاقي انه في was أو were، ده طبعا passive ولازم هنا تصريف ثالث للفعل. لو بصيت على الفعل declare اللي معناه يوضح أو يقر يعني تم إقرار هذا القانون، لازم يحتوي على التصريف الثالث. الصيغة اللي بالشكل ده قدامك لا تحتوي أبدا على التصريف الثالث، لازم نحط دي عشان تصبح declared فتبقى صيغة المبني المجهول مظبوطة، فيبقى was declared. Number 19 serious. The dog star is the most brightest star in the sky with an absolute magnitude about 23 times that of the sun. بيقول هذا النجم الضخم اللي هو اسمه النجم الكلبي السيريسيوس هو الاكثر لمعانا، نجم ضخم جدا لامع في السماء، تقريبا يعني حجمه بيبقى حوالي 23 مرة زي حجم الشمس. تمام. او اقل من حجم الشمس. تمام. طيب خلينا نشوف فين الخيارات. هل رقم A صحيحة the all the most brightest star؟ لا طبعا. ليه؟ لان صفة bright لوحدها يا شباب هي صفة ذات مقطع واحد، يبقى ما ينفعش استخدم معاها صيغة the most دي. امال اعمل ايه؟ the most دي بتيجي مع صفات طويلة المقطع او the most interesting the most exciting وهكذا، لكن the most كده بالشكل ده خطأ، وهنا دي اجابة السؤال رقم A. فعلى طول اقول كده the brightest star، يعني بمعنى اصح احذف كلمة most عشان يكون تفضيل عادي من صفة قصيرة المقطع باضافة the قبل الصفة والاحرف est، فلابد من حذف كلمة most لتصبح الجملة صحيحة. Number 20 Killer words tend to wander in family clusters that hunt, play, and resting together. بيقول الحيتان القاتلة بتميل أن تتجول في مجموعات أو مجموعات أسرية لكي تصطاد وتلعب وتستريح مع بعضها البعض. هذه الجملة هل tend to فيها مشكلة؟ لا. ولا wander ده فعل معناه تجول وجاي بعد to المصدر. أما الإجابة الصحيحة هي resting يا شباب. واحد يقول لي طب ليه؟ أقول له عندنا كلمة and رابطة موجودة عندنا في الجملة، يبقى اللي قبل and زي اللي بعدها، دي قاعدة من قواعد توفل ومهارة من مهارات التوفل. طيب لو بصينا على الافعال هانت اللي معناه يصطاد جاي في التصريف الاول، وايضا الفعل بلاي في التصريف الاول اللي هو البيس فورم الشكل الاول للفعل، يبقى لازم واجبارا علي اغير الفعل ريستنج الى ريست عشان يكون في البيس فورم ايضا، فما قبل اند يبقى زي اللي بعدها، وده التصحيح لهذه. 21 Some of the most useful resistor material are carbon metals and metallic alloys. تمام. بيقول بعض من المواد الهامة جدا او النافعة في الريزيستور اللي هو النظام الراديو ومكوناته ماتيريالز. طبعا دي خطأ. واحد يقول لي طب ليه ماتيريال غطا؟ اقول له لاني جاي فعل اسمه ار لا يتناسب مع كلمة مادة، لازم تبقى مواد خام. طب كلمة مواد خام يعني ايه؟ يعني ماتيريالز، فلازم اقول ماتيريالز ار، ذا ماتيريالز ار. تصحيح ان انا اخلي هذه الكلمة بدل ما هي سينجلر اخليها بلورال عشان تتمشى مع الفعل. 22 ذا كوميونيتي اوف بيسيتزيا ميريلاند was previous known as Dracy's Store. بيقول المجتمع بتاع هذه المحافظات او هذه الولايات كان مسبقا يعرف بالدريسي ستورز، مخازن دريسي. تمام. لو بصينا على ذا كوميونيتي فيها مشكلة؟ لا ابدا، فاعل عادي جدا
او ابوزيتيف عادي جدا، ثم واز صحيحه مظبوطه الفعل المفرد عندي فاللي هو ذا كوميونيتي واز اوكي، لكن بريفيوس غلط. ليه بقى؟ لان كلمه بريفيوس يعني سابق وهي ادجكتيف صفه، وايضا كلمه نون يعني معروف وهي ايضا صفه. ما ينفعش بالشكل ده يا شباب نحط صفتين ملتصقين ببعض. امال نعمل ايه؟ لازم نغير اللي قبلها مش اللي بعدها الى ظرف. ليه؟ لان الظرف هو الذي يقوم بوصف الصفه نون، فلازم اقول كده previously هضيف لها ال واي عشان تقوم بدور ظرف لتصف الصفه نون، وبناء عليه تصحيح هذه الجمله يبقى اختيار رقم بي، واستبدال previous بكلمه previously اللي هي نمبر 23. Alloys of gold and copper have been widely using in various types of coins. بيقول يعني بعض المعادن من الذهب والنحاس قد تم استخدامها بشكل واسع في العديد من الانواع من العملات المعدنيه. لو بصينا على هاف بين ما فيهاش مشكله، ووايدلي ظرف جاي عادي قسم ما بين هاف بين والتصريف الثالث. واحد يقول لي اه يعني هنا يوزنج كده غلط. ايوه حضرتك قلت مضارع تام بس في صيغه المبني المجهول، يعني كان اصل الجمله هاف يوزد لكن انت حطيته في صيغه الباسيف عشان نقول تم استخدامه، يبقى لازم تحط تصريف ثالث لانه لا يوجد في جرامر ابدا او جرامر توفل او اي جرامر صيغه مبني المجهول بدون تصريف ثالث للفعل. دايما صيغه المبني المجهول الباسيف تحتوي على التصريف الثالث للفعل، وبناء عليه لابد ان استبدل كلمه يوزنج بكلمه 24. جي اتش برات يوزد جروب ثيرابي ايرلي ان ذا سنتري وين هي بروت ذا تيوبر سيلوسيس patients together to discuss its disease. بيقول هذا الدكتور او الطبيب استخدم مجموعة من العقاقير مبكرا في بداية هذا القرن عندما جمع يعني مجموعة من مرضى الربو المزمنين او الجهاز التنفسي مع بعضهم ليقي يناقش هذا المرض الخاص بيهم مرضهم يعني. طيب جروب هنا ما فيهاش مشكله، يوز جروب يعني استخدم ده اوبجكت ما فيهوش مشكله، وايرلي ده ظرف زمان جاي يوضح لي ان في بدايه هذا القرن، وهوين رابطه عاديه جدا بين الجملتين والفعل هي اوكي، يبقى الخطا في رقم دي. طيب ايه السبب في خطا رقم دي يا شباب؟ اتس هنا لان انت بتكلم عن مرضهم، الفعل بتاعي هنا مين؟ هل بيشنتس اللي هم المرضى، الفعل ده جمع برولر، يبقى ما ينفعش اقول اتس ديزيز او اقول ذير ديزيز او ذير ديزيز. اذا لابد من استبدال كلمه اتس بكلمه ذير لتصبح الجمله صحيحه، والاختيار الصحيح رقم 5. The United States has import all carpet wool in recent years because domestic walls are too fine and soft for carpets. بيقول الولايات المتحده قد استوردت كل السجاد الصوفي في هذه الايام في هذه السنوات يعني، وذلك بسبب ان هذا الصوف البيتي المصنوع في البيت هو افضل جدا وخام وكمان ناعم جدا كسجاد. تمام، لو بصينا على has imported هنا الخطا في الجمله في رقم A، والسبب انك بتتكلم عن زمن مضارع تام عباره عن have او has plus past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل. طب هل كلمه import هنا بالشكل ده تصريف ثالث للفعل؟ لا طبعا يا شباب، كلمه import هنا ناون عادي معناه الواردات او يورد او فعل مثلا، لكن لازم احطه في التصريف الثالث عشان يكون فعل صحيح، فاقول has imported وتكون صيغه المضارع التام بهذا الشكل صحيح. 26 Irving Berlin wrote oh how I hate to get up in the morning while serving in a US Army during the World War 1. بيقول هذا الكاتب اللي اسمه بيرلين كتب هذه، ده الاسم ده اللي بين قوسين سبيتش مارك ده يا شباب، ده اسم الروايه بتاعته. بيقول كم انني اكره ان استيقظ مبكرا في الصباح بينما كان يخدم في الجيش الامريكي اثناء الحرب العالميه الاولى. تمام، ده معنى الكلام. هل روت هنا في الماضي فيها مشكله؟ لا طبعا، ولا حتى هواي اللي بيجي وراه فيرب بلس ان جي. واحد يقول لي هواي بيجي وراه جمله في الماضي المستمر، اقول له ايوه بس لما يبقى ما فيش فاعل سبجكت على طول هواي اللي يجي وراه فيرب بلس ان جي. تمام، طيب يبقى ما فيش مشكله ايضا. امال ايه؟ يبقى ما فيش غير A ودي اللي رقم C ودي during وجاي وراها ناون، خطا؟ لا صحيح. اما الخطا يا شباب هو في الاختيار رقم C، والسبب ان الجيش الامريكي يعني معروف وواضح جدا، لازم اقول ذا يو اس اي ارمي يعني احدده واحدد نوع جيش معين، serving in ذا يو اس ارمي بينما يخدم في الجيش الامريكي، حددت جيش معين. وقلنا قبل كده في مهارات التوفل ان ذا تستخدم للتحديد والتخصيص، انت حددت جيش يبقى تقول ذا يو اس اي ارمي، اما ا
وان للتعميم بتطلق على العموم، تمام؟ وبناء عليه يكون الاختيار رقم سي هو الصحيح، ونستبدل ا بذا. 7 banks are rushing to merge because consolidations enable them to slash their cost and expand. يعني البنوك اندفعت نحو اطلاق تجميد للأرصدة التي تمكنهم من ان يجلدوا تكلفة او يزيدوا من التكلفة، وايضا تمديد الاثر لهذه القروض او هذه المعاملات، تمام؟ طيب هل are rushing فيها مشكلة؟ ده present progressive يعني مضارع مستمر، لا ما فيهوش مشكلة. طيب enable them هل فيها مشكلة؟ الفعل مش مظبوط مع البانكس، على فكرة الفعل هو بتاعنا بانكس، والفعل enable ما فيهوش مشكلة ايضا. طيب there's بقى هنا اللي فيها مشكلة يا شباب، رقم C. واحد يقول لي طب ليه؟ اقول له لان there's بالشكل ده كده بالاس موجودة في اخر الكلمة، ده ضمير وليس صفة ملكية، انا عايز اقول تكلفتهم، اقول there فقط، وقف عندها ما اقولش there's. there's دي تيجي في اخر الجملة فقط، ما يجيش وراها حاجة، لكن there هو التصحيح لهذه الجملة، استخدم صفة ملكية بدل ضمير الملكية there's، فلازم استبعد الاس من هذه الكلمة لتكون الجملة صحيحة ويكون الاختيار رقم سي هو الاصح. Number 28 that water has a very high specific heat means that without a large temperature change water can add or lose a large number of heat. يقول يعني باستخدام نوع خاص جدا من هذه المياه العالية من الحرارة، يعني هذا يعني بدون هذه الكمية الكبيرة من الحرارة المياه يمكن ان نضيفها او تفقد رقم كبير جدا او عدد كبير من الحرارة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ذات هنا صحيحة، لان انا عندي جملة فيها ذات هتقوم بدور فاعل للفعل هاز، وايضا رابطة للجملتين. طيب هل means فيها مشكلة؟ لا ما فيهاش مشكلة، water means ايضا او heat means فيهاش مشكلة، الفعل صحيح. طيب add or lose اللي جاي قبل or زي اللي بعدها، اذا صحيحة دي. امال ايه الخطأ؟ الخطأ في كلمة number، وده خطأ شائع بيتكرر كتير جدا في اختبار التوفل، ان يجيب لك number of heat، الحرارة لا تعد يا شباب، تمام؟ دي كمية. طب مين الكلمة التي يمكن ان تستبدل مكان number؟ amount او the large amount of heat، وبناء عليه الاختيار السليم هيكون رقم دي في الجملة 28 الاجابة السليمة amount of heat. مع بعض يا شباب number 29 Benny Goodman was equally talented as both a jazz performer as well as a classical musician. بيقول ان الرجل جودمان ده كان بالتساوي ماهر جدا في كل من، وخلي بالك من بوث هنا، في موسيقى الجاز كمؤدي لموسيقى الجاز وايضا كموسيقار كلاسيكي قديم، تمام؟ ده معنى الكلام. طب ايكوالي بالشكل ده ظرف فيه مشكله جاي بعد الفعل واز؟ لا ما فيهوش مشكله. جاز بريفورمر يعني لاعب لموسيقى الجاز، ايضا ما فيهوش مشكله. امال المشكله فين هنا؟ هنا في رقم سي يا شباب، هي الاجابه السليمه معانا از ويل از لابد ان تستبدل بان. طب واحد يقول لي طب ما هي بتساوي اند، ايه المشكله؟ ما هم الاثنين زي بعض. اقول له لا معلش، عشان كلمه بوث اللي موجوده معايا في الجمله، واحنا خدنا قبل كده في حاجه اسمها both and، ودي نوع من انواع البيرد كونجكشن، الرابطه ذات الشقين، اذا جاء جزء منها على طول تحط الجزء الثاني، فغصب عني مجبر اقول both a jazz performer and a classical musician. Number 30 the state seal still used in Manchester designed by Bull Rivers who also designed the first continental currency. بيقول يعني العملة دي اللي في الولاية دي ما زالت تستخدم في ولاية ماساتشوستس، تمام؟ اللي صممت عن طريق هذا الرجل بول، اللي ايضا استخدمت او صمم الكثير من العملات الدولية او المعدنية، تمام؟ لو قلنا ستيل يوزد ما زالت تستخدم، فيها مشكلة؟ لا ايضا ما فيهاش مشكلة، بتستخدم، تمام؟ طيب اما هنا الخطأ يا شباب في كلمة ديزايند باي، اول ما تشوف باي على طول يا شباب لازم تبقى عارف كويس او ان عندك باسيف، عايز تقول ان هذه العملة صممت او تم تصميمها بواسطة هذا الشخص اللي هو بول ريفير. طيب عشان احل الجملة دي صح اعمل ايه؟ لازم اقول كده was designed، was designed، لكن هذه الصيغة بالشكل ده خطأ، فاستبدال الاجابة رقم B ونستبدل designed by بكلمة was designed by لتصبح صيغة الباسف صحيحة. Quarter horses were developed in 18th century Virginia to race on courses short of about a quarter of mile in length. بيقول الخيول التي تجري ربع ميل، يعني اللي متعود على الجري ربع ميل، تم تطويرها او انتاج منها سلالات افضل في القرن الثامن عشر في ولاية فيرجينيا لكي تتسابق في
كورسات صغيرة، يعني مشاوير صغيرة أو مسافات صغيرة أباوت ربع ميل في الطول، المسافة بتاعتها ربع ميل. طيب هل تو ريس هو المصدر فيها غلط؟ لا طبعا. ولا اوف ا مايل ما فيهاش مشكلة، ولا ان لينس جر ومجرور كله، لكن هي القصة كلها يا شباب والخطأ وبسرعة كده في الاختبار تقول كورسز ذا ناون وشورت صفة، هل من الطبيعي أن يأتي الناون الاسم قبل الصفة؟ لا طبعا. إذا لازم استبدل شورت بكلمة كورس عشان تكون شورت كورسز، يعني أسبق الصفة شورت قبل الاسم الموصوف كورسز ليصبح شكل الوصف صحيح. No longer satisfied with the emphasis of the Schwann School, Martha Graham has moved to the staff of the Eastman School in 1925. بيقول لم يعد رضاها عن تأكيدها على وجودها في مدرسة دين شوان. تمام، مارسا دي مالها بقى؟ انتقلت الى فريق العمل ستاف اللي هو تيتشنج ستاف، فريق التدريس في مدارس إستمان في سنة 1925. طيب طالما عندي تاريخ قديم يبقى الأزمنة لازم تكون في الباست، وبناء عليه الزمن هاز موفد ده مضارع لا يصح ابدا استخدامه مع كلام بتعبر بيه عن ماضي وقع وانتهى، ولابد ان تحويل هذا الزمن المضارع التام الى ماضي بسيط. Number 33. William Hart was an act best known for his roles as Western heroes in silent films. بيقول William Hart ده هو فنان معروف جدا بأدواره في البطولات الغربية في الأفلام الصامتة. لو رحت على الخيار رقم A هقول ان الخيار ده هو الصح اختياره، لأن كلمة an act هنا ما تنفعش، هي تنفع عادي لأن act يعني حدث، تمام، فأقول an act صحيحة، لكن في المعنى ما ينفعش. هو عايز يقول الراجل ده هارت كان ممثل، تمام، ممثل يعني ايه؟ يعني actor، فأقول an actor best known الذي عرف، يبقى لازم استبدل كلمة act اللي هي فعل أو اسم معناه حدث بكلمة actor لتصبح صحيحة. 64. Barrier to an extermination program. Earlier this century, alive wolves roamed across nearly all of North America. بيقول قبل البرنامج اللي هو المعد المؤقت في القرن الحالي في أوله، الذئاب الحية أو التي تعيش هناك roamed تجولت بشكل كبير جدا تقريبا في كل شمال أمريكا. طيب لو بصينا على barrier to يعني قبل، ودي صحيحة ما فيهاش مشكلة، ده ظرف زمان. earlier ايضا ظرف زمان عشان يعبر لي في بداية هذا القرن، لكن الخطأ في رقم C يا شباب، لان alive هنا مش predicate adjective، انا محتاج صفة تصف الفعل الملتصقة فيه. تمام، طالما هنا في wolves اللي هو الذئاب محتاج صفة اسمها predicate adjective. طب مين الصفة اللي predicate adjective من live أو live؟ هي live أو living، يا تقول live wolves أو living wolves، الاثنين صح. Number 35. During the 1916 the Berkeley campus of the University of California came to national attention as a result its radical political activity. بيقول أثناء في فترة 1960 الحرم الجامعي الخاص ببريكلي في جامعة كاليفورنيا عمل او ادى اهتمام زائد كنتيجة للأنشطة السياسية الراديكالية او الرجعية. طيب فين الخطأ اللي موجود معنا؟ هل ديورينج وراء تاريخ؟ لا طبعا صحيحة. came to فعل في الماضي والكلام كله في الماضي صحيح. طيب as a result وقف هنا بقى، هنا ده الخطأ رقم C. ليه؟ لانك لازم تقول as a result of، ما ينفعش يا جماعة as a result كنتيجة بدون حرف الجر. artist Goodson Proglum designed the Mount Rushmore Memorial and worked on project from 1925 until his death in 1941. بيقول الفنان والنحات Goodson Proglum صمم جبال راشمور اللي هي الاشخاص الاربعة التذكاريين والرؤساء، وعمل على هذا المشروع من سنة كذا إلى سنة كذا حتى موته. تمام، لو بصينا artist Goodson Proglum فيها مشكلة؟ لا، ده جزء من الفاعل. تمام، project worked on project اشتغل على مشروع، هنا في الخطأ بقى. ليه؟ ما ينفعش أقول worked on project اشتغل على مشروع بدون تحديد هذا المشروع. انت حددته اللي هو Rushmore Memorial اللي هي النصب التذكاري لأربع رؤساء من أمريكا، يبقى لازم تقول the project مش project، لازم تقول the 37. project. 37
It is proving less costly and more profitably for drug makers to market directly to patients. بيقول انه اثبت انه اقل تكلفة واكثر ربحا لصانع العقاقير ان يسوقوا مباشرة للمريض نفسه. تمام. هل costly فيها مشكلة؟ لا ما فيهاش مشكلة. واحد يقول لي الله costly ده ظرف وهنا ظرف فايه المشكله هنا؟ اقول له لا حضرتك كلمه كوستلي ودي موجوده في جرامر التوفل هناك بعض الكلمات تنتهي بالال واي ولكنها تستخدم كصفات وليس ظروف وكوستلي منها وكتير فيها من الكلمات زي ديلي مانثلي ويكلي كل دي كلمات تنتهي بالال واي على الرغم من ذلك انها صفات وبناء عليه كوستلي صفه لازم اغير بقى الظرف التاني اللي هو profitably لازم الظرف ده هو اللي يتغير يا شباب يتحول الى صفة زيها زي costly طب واحد يقول لي ليه اقول له عشان احنا اتفقنا ما قبل and زيه زيه اللي بعدها فاقول كده في هذه الجملة profitable يعني اشيل الواي واحط اي فقط يبقى كلمة profitable هي صفة وكلمة costly ايضا صفة هنا بيخدعك في الجملة دي انتبه جيدا كلمة costly دي صفة وليس ظرف وبناء عليه حضرتك هتحتار في الامتحان تقول costly ده ظرف وايضا profitable ظرف ما فهمش مشكلة ندور في سي ودي خطأ الاجابة الصحيحة costly صفة profitable ظرف ما ينفعش نجيب صفة بعد and وراها ظرف لازم نحول هذا الظرف الى صفة فيبقى profitable suffers weighing as much as 2 pounds have on occasion mind طيب بيقول ان الكبريت الذي يزن بشكل كبير جدا 2 اوقية او باوندس يعني have on occasion mind شيل on occasion كده من المكان هتلاقي على طول الاجابة هل weighing as دي فيها مشكلة؟ لا the verb plus ng وجاي as الصفة as اوكي والobject ما فيش مشكلة 2 pounds لكن هي القصة كلها في رقم دي يا شباب لو حذفنا تماما on occasion فتقول have mind كلمة mind يعني يتم البحث عنه في المعادن ينجم عنه انا عايز اديها في صيغة مبني المجهول ليه؟ لاني الكبريت ده عنصر الكبريت هو اللي بيتم البحث عنه يبقى بيتم التعدين عليه او البحث عنه تعدينيا يبقى لازم اقول have been mind have been mind كلمة mind بالشكل لوحدها خطأ لازم احط قبلها كلمة been عشان يكون مضارع تام في صيغة مبني المجهول صحيحة اصحى للكلام 39 like snakes lizards can be found on all others continents except Antarctica بيقول مثل الثعابين والزواحف يمكن ان توجد في كل القارات ما عدا قارة انتاركتيكا اللي هي المتجمدة اوكي مقبول المعنى طيب هل لايك سنيكس مثل حرف الجر ده خطأ لا صحيح مفيش مشكلة بي فاوند كان بي وتصريف ثالث صيغة مبني المجهول اه يمكن ان يوجد صحيح لكن الخطأ هنا يا شباب في كلمة others others دايما يا شباب في جرامر التوفل يقول لك others ما يجيش وراها كلمة جمع لو جي وراها كلمة جمع يبقى هتستخدم other بدون الاس واضح الكلام يبقى اقول other continents 40. bank savings and loans and finance companies have recently been doing home equity loans with greater frequency than ever before بيقول يعني البنوك والمدخرات والقروض والشركات المالية الآن حديثا بدأت تعمل قروض للبيوت العقارية بشكل أعمق وبشكل متكرر عن ما قبل ده معنى الكلام نشوف الخيار رقم A have recently have جزء من مضارع تام أو مضارع تام مستمر أيا كان وريسنتلي هنا ظرف ما فيهوش مشكلة بيقع في هذا المكان بين هاف وهاز والتصريف التالي اوكي تمام ولكن الخطأ في هذه الجملة يا شباب انه حاطط لي كلمة doing وهو مش خطأ الزمن ولكن التصحيح making لازم استبدل كلمة doing بميكينج عشان تكون الجملة صحيحة لان اللونز اللي هي القروض اقول make loan يعني يقترض وليس do loan اخر جزء معانا يا شباب في written expression كده حلينا جرامر فقط للبري تيست اللي موجود في كتاب لونج مان ان شاء الله الخطوة اللي عليها الدور حل جميع انواع الاستراكشر والريتن اكسبريشن اي جرامر في كتاب لونج مان من بداية هذه الصفحة تابعوا باستمرار هتلاقيني بشرحه بالتفصيل وبالدليل زي ما حضراتكم شايفين ارق تحياتي اشوفكم على خير ما تنساش اللايك والشير دعم شوية يا شباب كده ما ينفعش يلا اشوفكم على خير وبالتوفيق في اختبار التوفل سلام عليكم